نحن نشوف كيف طلعنا هدول مانيولي، بعدين راح نروح على الجاكوبيان نفسه. هاي معنى الجاكوبيان، راح امشي على السريع على الاشياء اللي عملناها المره الماضيه. طيب اذا هون اللي عملناه، هون هي عملنا الموديل، اخذنا البوز الاول تي 0، عملت تغيير في دي كيو 1، طلعت منها البوز الجديد بعد ما غيرت كيو 1، طلعت دي تي بالنسبه لكيو، وطلعت الترانزليشن من كيو. هذا راح يمثل اول ثلاث اليمنتس في الكولوم الاول في الجاكوبيان. وهي اعطاني هذول هم، هاي تاثير كيو 1 على اكس دوت، تاثير كيو 1 دوت على واي، وفيش له تاثير على زد. واضح ليش فيش له تاثير على زد، مش هيك كان؟ لانه احنا واقفين هيك في هذا البوز، فلما لفينا هيك زد ما بتتغير، بتغير اكس وبتغير واي. هاي سرعه اكس، هاي اكس دوت، هاي بارشل اكس دوت بالنسبه لكيو 1 دوت، وبارشل اكس دوت بالنسبه ل كيو 1 دوت، واي 1 عفوا، واي بالنسبه لهاي، وزد ما فيش لها تاثير. هلا مشكلتي بالروتيشن، بدنا نحسب الروتيشن الان. الروتيشن هلا اذا رجعنا هون راح اخذ، هلا راح اطلع ار 3 باي 3، هاي اللي سالت عنها الاء. هاي انا استخرجت الهاي 1 3 1 3، فمن هاي اللي طلعت معي اللي هي هاي دي ار بالنسبه لكيو 1، راح اطلعها بحيث اني استخرج من تي هذول الثلاث، من تي تي بس استخرجتهم استخراج، فراح اطلع هذول الثلاثه وراح اجيب ار وراح اجيب اس حسب المعادلات الثلاثه اللي عملناها. هاي اخذنا دي ار بالنسبه لدي كيو، استخرجت ثلاثه ثلاثه هذول طلعوا معي. بعدين بدي ار كمان، بدي الاورينتيشن اللي كان موجود، يعني راح اضرب انا دي ار في ار، وهاي راح اطلع منها الترانسبوز، مزبوط؟ فراح اخذ هاي الترانسبوز. فشوفوا شو عملنا، استخرجنا الثلاثة بثلاثة الروتيشن أو الروتيشن أجينست كيو من التي، فكانت هاي 4 باي 4 صارت هاي 3 باي 3. بعدين طلعنا جبنا ار كمان طلعناها من تي نوت، لأنه تي نوت شو كانت؟ 4 باي 4 وفيها ترانزليشن، لغينا ترانزليشن وطلعنا منها الروتيشن. فصار عندي هلا دي ار اللي هي ار دوت وار، بدي أطلع منهم اس. اس شو بتساوي لما ضربنا بالانفرس، انفرس ار من الجهتين، صارت اس بتساوي دي ار دي كيو مضروبه في ار ترانسبوز، بس ار ترانسبوز هي نفسها ار انفرس، مش هيك؟ طلع عن طلع معي اس. هلا هاي بتطلع معي الان اس، ايش سميناها؟ انتي سيمتريك. هل هي انتي سيمتريك؟ هاي عندي 0 0 0، عندي ماينس 1 1، عندي 0 0، عندي 0 0، ما فيش عندي غير وحده منهم اللي هي مين؟ اوميجا زد. فاوميجا زد بتساوي سالب وسط، او هي مش اوميجا زد، هاي بارشل، مش هيك؟ بارشل بالنسبة ل Q1 تساوي 1، وراح تكون راديان بير سكند بير راديان بير سكند، لأنه هاي أنجلر فيلوستي وهاي أنجلر فيلوستي، مظبوط؟ هذا مش صحيح بحالة هدول، هدول راح يكونوا متر بير سكند بير راديان بير سكند، اللي هون ثلاثة هدول، الكل فاهم؟ اللي هي في الجاكوبيان، لو جينا على الجاكوبيان تذكروا إنه هاي إكس دوت واي دوت زد دوت، وبعدين هون عندي اوميجا اكس اوميجا واي اوميجا زد، وهدول عندي هون كيو 1 دوت. فلما اجي اطلع هذا المعامل، هذا البارشل، هو بضربه في مين؟ بضربه في كيو 1 دوت عشان يعطيني ايش؟ اكس دوت. ايش وحده اكس دوت؟ متر بير سكند. ايش وحده كيو 1؟ راديان بير سكند. فمعامل هذا اللي هون، هذا مش دايمنشن ليس، هذا معامله راح يكون متر بير سكند راديان بير سكند، اللي هي متر بير راديان. في حين هذا علاقة بين مين ومين؟ بين كيو 1 واوميجا اكس، هذا وحدة راديان بير سكند وهذا وحدة راديان بير سكند، شو راح تكون الدايمنشن تبعه؟ دايمنشن، اوكي؟ فراح اعطيك، فهذا المفروض الرقم اللي طلعناه هون اللي هو هذا 1 0 0. هلا احنا المفروض اذا بدنا نعملها مضبوط شو اعمل؟ اعمل فيكس، مضبوط؟ هاي فيكس اعطاني هي معامل اوميجا اكس او البارشل اوميجا اكس بالنسبه لكيو 1 دوت، معامل واي دوت
وهذا معامل. إذا بدي أقارن هلا هاي مفروض إني أعمل جي تساوي جاكوب أو بي 560 جاكوب، والجاكوبيان مش معرف إلا ب بوز معين. أوكي، ما بقدر أقول شو الجاكوبيان تبع هذا الروبوتيك آر، إيش لازم أقول؟ إيش الجاكوبيان لهذا الروبوتيك آر في هذا البوزيشن في هذا البوز. في حين الاف كينيماتكس كانت عندي ماتريكس معرفة معروفة، وهذا ايش احنا سميناه اظن هذا كيو ان. هاي الارقام اللي طلعت معي اذا متذكرين، هاي 0.150 وهذا تفسيره زي ما حكيت انه في عندي واي وفي عندي اكس بس مش عندي زد بالترانسليشن، فالسرعه هون عندي ما بتتاثرش، يعني البوزيشن تبع سرعه زد ما بتتاثر بكيو 1 دوت، لكن في عندي روتيشن حوالين الزد. الزد كان واقف بهذا الشكل، انا عمالي بلف حوالين الزد، الزد الورد زد. ماشي، هذا هون تفسير. بعرفش اذا في عندي انستراكشنز ثانيه هون. هي طلعنا الفيكس، لما بنعيد نفس الشيء بالنسبه لكيو 2، خلينا نطلع على كيو 2 راح نلاقي في شيء ثاني بالنسبه لكيو 2. كوبي كيو 2 متذكرين اي وحده كانت؟ هيك. فانا في هذا البوزيشن لما بطلع وبنزل هيك ايش عم بتغير معي؟ وبطلع في دائره وبنزل، الواي ما راح يتغير. مين راح يتغير؟ الاكس والزد. بس الزاويه، مين الزاويه اللي بتتغير وانا بحرك هيك؟ الواي. فاذا اخذنا هاي وحطيناها هون اعطتني هلا هون هذه اظن هاي لسه الاولى، هاي الترانسليشن. ففي عندي تغير في الاكس، في سرعه اكس بتعتمد على كيو 2، وسرعه زد بتعتمد على اكس 2 على 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 كيو 2 عفوا كيو 2 دوت، وهي ما بتعتمد عليها. تذكروا هي هيك، هي بتغير الشولدر بهذا الشكل، فالشولدر لما يتغير بهذا الشكل ما في حركه في الواي، في حركه في الاكس والزد. ليش بس ليش بس مش بالزد وفي بالاكس؟ في بالاكس لان هاي تتحرك في دائره، مزبوط؟ التحرك في الزد راح يكون كبير، ملاحظين الزد كيف كبير؟ التحرك في الاكس اقل، لانه انت لما بتحرك بهذا الشكل مين اكثر واحد بيتحرك هون؟ الزد. الاكس عم بيتحرك بس شيء بسيط، والواي ما عم بيتحرك بالمره، والدوران حوالين مين؟ حوالين الواد. هي هو ومعكوس، كانه الاكسس تبعي معكوس 180 درجه، فلما واحدة منهم بيكون سرعتها بوزيتيف الثانيه بتكون سرعتها نيجاتيف. مين انا رابط بين مين ومين بالماينس 1 من هاي؟ بين كيو 2 دوت وبين واي دوت، عفوا اوميجا واي. فهاي بتربط اوميجا، فهذول الثلاث ارقام وين راح يجوا بالجاكوبيان؟ هم ايش الارقام كانوا؟ زيرو ناقص واحد. وهذول الوحدات تبعتهم كلهم هذول ايش راح يكونوا؟ هلا بنلاحظ، هلا اذا طلعنا نقارنها بالجاكوبيان، سميتها جي جي، سميتها جي اه سميتها جي. هلا في شغله هون مهمه تطلع عليها، شوف هذول الزيروز، ليش هذول كلهم زيروز؟ ايش معناهم؟ هدول الثلاثة لمين بدهم ينضربوا لما ينزلوا هون؟ بدهم ينضربوا بكيو 4 دوت، كيو 5 دوت، وكيو 6 دوت، متذكرين السفيريكال ريست؟ فالسفيريكال ريست شو بتقول لي؟ بتقول لي انه انا لو غيرت، لو كان عندي سرعة بثيتا 4 او سرعة عفوا سرعة بثيتا 4، سرعة بثيتا 5 او سرعة بثيتا 6، هدول ما راح يأثروا على هذا البوزيشن، مظبوط؟ وإذا ما أثروا على هذا البوزيشن معناها اكس دوت واي دوت، حتى مش البوزيشن، السرعة اكس دوت واي دوت وزد دوت ما بتأثروا بمين؟ بكيو 4 دوت وكيو 5 دوت وكيو 6 دوت. إذا هاي علامة ايش؟ سفيريكال ريست. علامة السفيريكال ريست إنه يكونوا هدول كلهم هون زيروز. دكتور ما عشان أخذناها عند كيو ان؟ نعم. ما عشان أخذناها عند كيو ان؟ يعني إحنا ما كنا أخذناها عند كيو ان كانت ثيتا 5 زيروز. هذيك راح تعطيك السنجولاريتي، راح تعطيك السنجولاريتي. كويس سؤالك، لو رحنا على بوزيشن ثاني، اوكي خلينا نروح على بوزيشن ثاني، راح اروح انا هلا اخذته انا عندي كيو ان مش هيك الجاكوبيان؟ راح اخذ هلا واحد عند كيو زد، خلينا بس اتاكد اول شيء كيو زد انه ايش؟ هي كيو زد الزيروز، انا عارف انه عندها سنجولاريتي هاي، بس خلينا نترك موضوع السنجولاريتي هلا لجنب، وراح ناخذ هلا من هون راح اخذ هذا الانستركشن وبدال هاي راح اسمي هاي جي زد، وراح اسمي هاي كيو زد. الارقام الثانيه بتتغير بس الثلاثه بثلاثه رح تضلها،
اوكي. فهي الثلاثة بثلاثة بتقول لي انه عندي سفيريكال ريست من هون، وهلا راح تشوفوا طبعا فكرة السنجلاريتي. هلا عندي سنجلاريتي عند النقطة هاي.